جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنني فتاة عقد علي بالزواج منذ 3 سنوات، وقد دفع الخاطب أضعاف المتطلبات، لكن شيء غريب يحدث لهذا الرجل، لأنه كلما حدد الزواج في يوم كذا قال لا، ثم يتأخر ولا نعرف ما هو السبب. هل هو سحر؟ وهل يستطيعونه من يفرقون بين المرء وزوجه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك، لكن الواجب عليه أن يبادر بالزواج وأن لا يتأخر عنه ما دام أنه قد تهيأ ودفع المهر وتم كل شيء ولم يبقى إلا الدخول، فإنه ينبغي له أن يبادر بالدخول، لأن هذا فيه مصالح عظيمة، وكل ما تأخر تفوت مصالح كثيرة، ويتعرض هذا الزواج لعوائق، ولا يتمادى مع الكسل أو مع التساهل، فعليه أن يعزم إذا كان عنده شيء من الترددات والهواجس، هي من الشيطان، عليه أن يقطعها بالعزم والتوكل على الله سبحانه وتعالى والمبادرة بالزواج. وإذا تمادى في عمله هذا وتأخره وإضراره بالمرأة، فإن للمرأة حق المطالبة، إما بأن ينهي هذا الموضوع ويتزوج، أو أن يتخلى ويترك هذه المرأة للخطاب، لئلا يفوت عليها مناسبة أو فرصة، لا تفوت عليها فرصة الزواج في أول عمرها وفي إبان رغبة الرجال بها. نعم.